لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وسلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده مختار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، لقد استمعنا لهذه الآية التي تريد من سورة الزخرف، وبدأ الشيخ تلاوته بشبهة أثارها أهل الكفر، وجاء الجواب عليها لما قال الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني أنتم والآلهة التي تعبدونها. أخذ أهل مكة هذه الآية وقالوا: إذن المسيح معبود من دون الله، فهو مع آلهتنا في النار. فجاء هذا البيان، هذا البيان في حق المسيح عليه السلام، ليبين الله لنا حاله. ليس معنى أن الناس أنه عبد صالح أو نبي من أنبياء الله صار له حكم على دين أبدا. إذا قال تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثل في البداية إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو، لا فيها تنبيه. الجانب الأول أن قريش لم يكن كفرها كفر عادة فقط، لا، ده كفر اعتقاد وكفر فكر. وفي جل العصور جل قادة الكفر كان لهم فكر، فلسفة، كل فرقة لها فلسفة مخصوص ومعتقد مخصوص. أهل مكة كان عندهم عقيدة أنهم على دين إبراهيم، عشان دين ابراهيم حالي، ها؟ نفس الدين القديم، كان عنده عقيده بانه على دين ابراهيم، وانهم اصحاب الدين الاصلي، وانهم فوق اليهود والنصارى. ليه؟ قالوا: نحن لم نقل ان الله ولد. اهل الكتاب قال: ولد الله. كده ليه؟ قالت اليهود عزم عزيز من الدبار وقتل النصارى المسلمين. أهل مكة قال: احنا ما قلنا ان ده ولد، لكن احنا جعلنا الملائكة واسطة بين وبين الله عز وجل، وأن الله تبناه. طبعا ألفوا قصة وفلسفة ونظموا عليها ان الملائكة بنات الله. الملائكة ولا الأصنام؟ الملائكة، هي بس الملائكة بنات الله، وكل ما ينسخ من ولد ينسبه لنفسه، والبنت يردمها تحت الثمرة، لأن دول ملائكة ودول بنات الله. فجعل الملائكة أصلا بنات الله، وجعل الملائكة كلهم بنات. قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم وسنون. طيب انت اللي اعطاكم الاولاد رب العباد، تاخذ انتم الذكور وتعطي رب العباد البنات، ها؟ اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. ثم لما يكتفوا بان جعلوا الملائكه بنات الله، نصب لكل واحد منهم صنم وسموه باسم مؤنث. اللات، العزى، منات، ده اسمها مؤنث كلها. فاللات مؤنث الله،
والعزة مؤنث العزيز عندهم، خلي بالكم. يبقى جعلوا الملائكة بنات لله وسموهم كلهم بأسماء للناس، وذلك القرآن في الخطاب كله مخاطبهم عن الآلهة بصيغة التأنيث مش التصنيف. قل أرأيتم أن أراد أن الله بضر هل هن كاشفات الضر؟ لم يقل هل هم، قال هل هن، هن التأنيث، هل هن كاشفات الضر؟ وإن أراد أن الرحمة هل هن مسكات رحمتي؟ هن نلحظ هذا النص في القرآن كله، أن الله عز وجل عامله بما يعتقدون، فهم اعتقدوا أن الملائكة بنات الله وأنهم جميع الناس وأنه لا سبيل لهم للوصول إلى الله إلا عن طريق الملائكة. شغل الفلسفة أنك تستطيع أن تدخل على الملك مباشرة من غير ما تمر على السكرتارية ومدير مكتبه، من السكرتارية ومدير المكتب الملائكة، فجعلهم واسطة بين ربهم، اسألهم تعبدوهم قلت لا احنا نعبدهمش. والقرآن نص هذا، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى، احنا وصلنا بها عند رب العباد عشان هم يسمحوا لنا بالدخول على الله زلفى. ده كان معتقد قريش، لكن بعد هذا اعتقدوا ان رب العباد تبنى هؤلاء الملائكة، مش بنات، مش مستوى يعني ليس لله ولد واعتقد هذا، لكنه يعتقد انه تبناه، يبقى ابن بالتبني. ولذلك لم يقولوا رضوا، قالوا اتخذ الله ولدا، اتخذ يعني بالتبني وليس بالإنجاب، أهل الكتاب قال ولد فنسبوا له الإنجاب. وضحت الفكرة؟ ولذا قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ما لوش ولد الله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، فرد الله عليهم بقوله بل عباد مكرمون، ذكرهم ما نسوش، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، لو كانت مؤنثة لقال لا يسبقنه بالقول، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، كلها من ذكر، يشفعون جمع ذكر سالم مش مؤنث، ولا يشفعون الا من ارتضى وهم من خشيته مشركون، ومن يقل منهم اني اله من دون الله فذلك نجزي ذلك. اذا ندرك هذا معتقد قريش، هذا معتقد جعل قريش تعتقد انها على دين اسمى من دين اليهود والنصارى، اسمى منه. وفي هذا يقول تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، يعني صدق دين، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم الاثنين يتلون الكتاب، كتاب مقدس واحد من الفريقين، فريق يكفر بأوله وفريق يكفر بآخره، وهم يتلون الكتاب. عقب تعالى بقوله كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، من الذين يعلمون؟ أهل مكة، قالوا ليس هؤلاء على شيء ولا هؤلاء على شيء. إذا هذه الفكرة الفلسفية اللي قامت عند أهل مكة وجعلت منهم من لهم عقيدة يعتقدوا أنهم أسمى أهل الأرض ديالهم، وأنهم أتباع نبي الله إبراهيم، وأنهم على ملة إبراهيم وإسماعيل، وصل لهذه القناعة. الوهم ده ممكن نسأش فيه هاي، واللي عايزين الألف الدين إبراهيم الجديد يقول إيه؟ ده بيعيدوا التاريخ ده، تاريخ أجداد كفار مكة، نسأل الله العافية. إذا ندرك هذا المعنى الخطير، اعتقدوا أنهم أصل دين من كل هؤلاء. ولذا لما ضرب الله مثلا لهم النبي الله عيسى قالوا أآلهتنا خير أم هو؟ احنا بنعبد الملائكة لكن ده بشر، فأنكروا. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك به يصدون، قوم من قوم قريش، إذا قومك به يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو؟ وإذا كنت أنت بتقول إن الآلهة، ربك بيقول إن الآلهة تخش مع الناس جهنم، يبقى مش هتدخل معانا جهنم، لو دخلنا النار هتدخل معانا مسيح. فرد الله عليهم دفعا عن نبيه عيسى وعن الشبهات التي نسبوها إليه، ولا حق لهم في شيء منها.
قال ولما ضرب مثلا إذا قومك من يصدون وقالوا ألا تنخرمه ما ضربوه لك إلا جددا بل هم قوم خصمون. ثم دفع عنه فقال إن هو إلا عبد. فرد بكلمة عبد شبهة كل أهل الكتاب، ورد بكونه عبد أنعمنا عليه رد بها شبهة قريش. يبقى عبد أنعم الله عليه كيف يدخل النار؟ كلمات دقيقة وإجابات حاسمة. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا قدوة وإماما لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض. قصة الملائكة وتعبير سنة عبد الملائكة، عشان ما يرجع لو ربنا عايز ينزل ملائكة كان نزل ملائكة، لو عايز يحولكم ملائكة لحولكم ملائكة. في الآية الأخرى قال قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزل عليهم السماء ملك رسول. احنا لو عايزين نخلي عبادنا في الأرض كلهم ملائكة خلينا نجعلنا ملائكة، ولو هنبعت لهم رسل هيبقى من ملك زيهم. لكن احنا بعتنا لكم رسل بشر حتى تقتدوا بهم، لأن طاقتهم طاقة بشر. لو نزل ملاك من يقتدي به؟ الكل ملك ده ملك، أنا بشر. تطالبنا بالاقتداء بالملك وطاقتنا طاقة الملائكة. إذا اصطفى الله الرسل من البشر حتى يكونوا قدوة البشر، واستطاع البشر أن يجاروهم وأن يختفوا أثرهم ويقيموا أخاهم الدين. ولذلك لما طلب هذا الطلب ربنا بترد عنهم هذا. قال ولو جعلناه أي رسول ملكا لجعلناه رجلا. حتى لو احنا حاولنا ننزل ملك هنجعله رجل عشان تختلوا به، ها؟ ولا لبسنا عليه الملبس. لو جعلناه رجل او هو وقف طبيعته طبيعه ملك، من يجاريه؟ من يجاريه؟ حتى يبين لهؤلاء ما هم فيه من سفه فكري وضلال وغي. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليه ما يلبسون. هنا يقول ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. احنا التقينا واحدة ست واخدة الآية دي تدعي أنها ملائكة وتستدل بالآية. ربنا يقول ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم الساعة. فبتقول احنا الآن الساعة بشكل ورب العباد أنزلني إلى الناس وأنا ملك. وعائشة من دور ده وماشي عشان نفس احنا عايشين في كل واحد دماغه فيه الاحسن في جانب اللي ضرب ربع بالطريق وضرب نص الطريق وضرب ثلاث اربع بطريق والبطريق كلها ضربه. نسال الله العافيه العافيه من كل شيء. ها؟ معناها قلنا ضربه كلها ربع تربع خلاص. لو ربنا ده بطاريات بس احنا اللي دمرناها. نسال الله العافيه العافيه. اذا ندرك ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم الساعة. أي قضية نزول الملائكة هتنزل، مش بتنزل هتنزل، لكن هتنزل. علم الساعة دي أي إنسان من حير الملائكة شاء أبدا عند موت. وده أول رؤية الملائكة الكل هيشوف. ما فينا واحد لا يرى الملائكة، هنرى بس نعلم في الصورة الملكية. يعني حتى الملائكة الذين نزلوا للرسل ما نزلوا صورة الملكية. رب العباد تعالى ما تهيئوا في صورة بشرية. جبريل كان نزل رسول ما رآه النبي في مرة في صورة الملكية إلا مرتين في القرآن، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. لكن كل المرات رآه في صورة بشرية. والصحابة رأوا ايه الموضع في الولايات يعني؟ حديث سيدنا عمر الخطاب في الصحيح قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلع علينا رجل كامل رجل في صوره بشريه راه الجميع شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر سفر ما فيش عليه غبار سفر ولا اعرفه منا احد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه ركبتيه وضع كفاه على خديه وقال يا رسول الله ما الاسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ متى تقوم الساعة؟ ما أمراتها؟ لغاية ما خلص أسئلته وجمع الإجابة فانصرف. فقال النبي أتدرون من السائل؟ قال والله رسول الله
قال هذا جبريل، هذا جبريل أتى أخي معلمك أبردين جبريل رب. كل الصحابة جالسين قال هذا الخبر. السيدة عائشة التي يعني ما لم يفرد تقول رأيت جبريل مش مرة مرات في صورة دحية الكلمة، صورة دحية الكلمة صحابي وكان من أوسب الصحابة خلقا شكلا وخلقا وخلقا. فكان سيدنا جبريل يأتي بصورة سيدنا دحية نفس هيئة وشكل الوسيم. سيدنا دحية على فكرة من أوائل السفراء اللي سبعته لوسامة، لأن أعداء الله يقدروا الرجل هيئته حلوة ها يحترمون. فكان لكن مسيرس سيدنا دحية هيئة وخلقا وسياسة وعقلية عقلية صحابة كبيرة. إذا ندرك هذا المعنى فالصحابة رأوه في هذا الصورة، بل منهم من سلم على جبريل مباشر كلمني الصحابة لما زال سيد رسول الله وسيد خديجة حي وقال له قبل خديجة من السلام سلم عليها وسلمت عليه في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبشرها كمان بسلم بس ها قال يعني ببيت في الجنة من قصر لا تعرف في رأسه بيت من ذهب حاجة فخمة جدا ها الحيطان اسطوب ذهب عشان تبني بيت من ذهب عايز كم طن مش كم كيلو كم طن اخوانا مهندسين طارق مار احسب ها اسنسف حساب الكميات وكم ها عشان تجيب بيت ضخم من ذهب عايز كم طول من ذهب والطوب وزنها كم لا تعرف فيها راسه. اذا ندرك جبريل سلم جبريل رأوه والملائكه كذلك مع الرسل رأوه لكن بصوره بشريه. كل نرى الموت لكن مش هنرى صوره بشريه. الصوره البشريه تريح لكن الصوره الملائكيه صعب الانسان يتحملها. سيدنا جبريل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في صوره الملائكيه وصفه قال رأيت رأسه تحت العرش وخدمه في سبع ارض وسد ما بين الخفقين بين بشر الله. طيب سيدنا جبريل الهيئه دي وله 600 جناح في ملائكه بجناحين في ثلاثه في خمسه باربعه. الحمد لله فاضل السماء والارض جعل الملائكه رسلا رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاثه ورباع يزيد في الخلق ما شاء. جبريل سائر صلح كان له 600 جناح. جناح واحد منه ابن ام لما اراد الله ان يهلك قوم لوط سيدنا جبريل نزل حمل ارض مدينه سدوم كلها منطقه الاردن نزل شالها كلها في جناح واحد ورفع الارض اللي عليها من السماء حتى سمع السماء صياح بكاء الصبيه وصياح الديكه ورماح الكلاب ثم قلبها. لذا يقول تعالى فجعلنا عاليها سافلها يبقى عليها اوطان جميل بجناح ندرك هذا المعنى. بل كلنا سنرى ملك الموت بس بهذا الليل لحظه الموت كنا نرى مش لوحده ده ملك الموت يعني لا وحده ده معه جيوش جرار الملائكه اعداد ضخمه. لذا يقول تعالى حتى اذا جاء احد الموت توفته رسلنا مش واحد رسلنا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن اللي تراه او ابن عين في الحيل ليله المعراج راى ملك الموت التقى به فساله كيف تقضي ارواح الاف الخلق وانت في مكانك هذا يرسل العرش؟ قال رسول الله من اذن الله من انتهاء اجله هتك الستر الذي بينه وبينه. ايه الستر؟ انا ما اتكلم قالوا الستر حجاب الاسباب
احنا في هذه الدنيا اخفى الله الروح في الابدان واجرى ان نكون اسباب الماده. هذا القانون عند الموت يبقى ما في ماده. التعامل مع الروح، الروح لا يحب زمن المكان. هذه اللحظه اللي ادرك فيها الستر، كل اللي هيموت في هذه اللحظه في لحظه واحده، واللي في فراشه واللي تحت الرد واللي في بئر واللي في بطن البحر كلهم في لحظه واحده يهتك الستر فيروا ملك الموت وهو في مكان تحت العرش. قال رسول الله: من اذن الله بانتهاء اجله هتك الستر الذي بيني وبينهم فراوني وانا في مكان هذا. فمن راني منهم لا يمتر بعده. خلاص ودي اللحظه القران بصفها. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم. ايه اللي يحصل في اليوم ده؟ يوم الموت. قال: تشخص به الابصار. انت نفسك قبل ما تشوف المنظر عينك تروح فين؟ ها؟ تشخص تطلع بره تبرز من هول الموقف. بص لاقي حاجه زي كده رأسه تحت العرش وهذا ما مسيب الأرض ويا سيد ما بين المشرق والمغرب، عينيك تروح فين؟ هتبرز عشان تجيب أول وآخر، مش هتوصل. تعالى إذا قال تشخص في الأبصار مهطعين من هول الموقف. إنسان مش عارف يعمل إيه. أي إنسان المفروض لما راح حاجة تخوفه يغمض عينه ويوطي راسه عشان ليه؟ لأن قد يموت بالرؤية قبل أن تموت نفسه بالفعل. ولذلك الكلام ده حتى علميا معروف. كل الطائرات لما تركب اي طائره بيديك التعليمات الاوليه عند الركوب. لو حصل اي مشكله، حصلت الزماره ضربت بتاع الطوارئ صفاره الازار، كل يوطي راسه. ليه؟ لما يشوف عزرائيل. حتى لو مت قبل الموت. ليه؟ لان انت لو شفت الطائره عماله تتقلب النظر نفسه كاف ان يجيب لك صدمه عصبيه مفيده. ولذا قال الشاعر: الم ترى ان العين للقلب رائد، فما تالف العينان فالقلب الف. ان خفت العين هتلاقي قلبك ده هيموت من خوف. من خوف. فتموت من النظر قبل ان ينتهي اجل. الصف لازم قبل ان يعني تفيض روحك. فالإنسان عندما يرى موقفه يغمض عينه ويغطي راسه يبعد. لا، الإنسان عند الموت من هول ما يرى مع أول نظرة الكلام ده ينتهي. فبدل ما يغطي ينزل راسه تحت يقلب الوجه. وبسرعة شديدة جدا هنشوف إيه ده. لذا قال: انما يؤخرنا يوم تشخص به الابصار مهطعين. مهطعين مش عجل مقنع رؤوسهم قلبنا الخلف. عشان ننظر نظر. النظر دي نهايته فيها. قال: لا يرتد اليهم طرف. نظرت روح ولا ترجع. انتهت. لا يرتد اليهم طرف. وافئدتهم قلب الملك المتحكم بالجرع والتخطيط الا في الهواء. فراغ لا قدرة له على شيء. لا فكر ولا وعي ولا حركة ولا عمل نهائي. فإن توقف القلب عن العمل ما الذي يحرك الجوارح والملك قد مات. الملك اللي حركها مات. فراغ ما عاد فيه قدرة على شيء. إذا ندرك كل سنة الملائكة قبل يوم القيامة الملائكة تنسى يوم القيامة. لذا قال تعالى: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. بعد ما كانوا يطلبوا الملائكة يقولون ايه؟ يا رب حوش علينا حوش علينا حوش علينا بلغة العقل. حوش علينا رؤية الملائكة لأن جايين نخلص على الأرض من فيه. ده نهاية القيامة. في ملائكة تنزل بس بل قيامة لكن نزولها لإهلاك الخلق. لذا يقول:
ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض خلفون. وإن قضية الملائكة ونزولها ورؤيتها بسوره لعلم الساعة فلا تبترن بها واتبعون. هديات مش مجنون. هديات في أمر الخيام. وأنتم كلكم تعلم علم اليقين إن الموت قهر لا خير لكم فيه. ولا حد منكم خير. هل يخير أحد أن الموت أن تموت ولا لا؟ سلامات. سلامات. النبي يقول إن الموت يأتي بغتة فجأة. هتلاقي ملك أو موت أمامك انتهت القصة. ها؟ فلا أستطيع التوصية ولا إلى أهلي مرجعون. أنا نفسي أوصي، لا كان من زمان. أما ترى من الموت. عزمت امرأتي عيالي، إن امرأتك ولا عيالك، انسى. انسى الدنيا ما فيها. وصل معنا؟ إذا ندرك وإنه لعلم الساعة فلا تمترون وتقول هذا صراط مستقيم. ولا صدقكم الشيطان. كفاكم إلى متى يخدع الشيطان الإنسان؟ ينسيه ربه، ينسيه لقاءه، ينسيه كل حقائق اللي يعلم أنها حق. في حد يقول بشوك الموت؟ رأيت أحد أمامك خلف الأرض؟ كل الأجيال اللي سبقت راحت فين؟ موضة تهد الإنسان راح مضنها رجال الحيوان لما دخل على سيدنا العزيز فقول له عزني أمام. قال له آباؤك حتى آدم لم يبقى أحد من الحي. آباؤك حتى آدم لم يبقى أحد من الحي. إذا كان آباءك كلهم ماتوا أنت هتحصل لك إيه؟ يعني كل ابائك واجدادك ماتوا اللي هم اصلك واساسا وانت تتعمر. سلامات. ابائك حتى ادم لم يبق من الحي. قال زدني. قال انت اول خليفه من الموت. كل خلفاء سبق ماتوا والدور عليك. قال زدني. قال ما بين الجنه والنار من دار. اختار نفسك. يا جنه هي نفسك لها والا في النار. يقول الراوي فبكى عمر حتى اطفأ كانون كان بين يديه. موت النار طفاه بدموعه. اغرقه بدموعه. ندرك. كلنا ذلك. كلنا ذلك. بل يقول حسن مصر رحمه الله تعالى: ما رايت يقينا يقينا لا شك فيه اشبه عند الناس بشك لا يقين فيه من الموت. الموت يقين لا شك فيه. واحنا عايشين في وهم انه الشك لا يقين فيه. ونراوغ ونلف وندور ونفر كما قال تعالى: قل ان الموت الذي تفرون منه. شوف العباره تفرون منه. وجاءت بسطة المضارعة كان يعني مش فريتوا منه في الفات وواقفين. لا لا ده انتوا شغالين. كله مش عايز لا عايز يسمع الموت ولا يسمع الموت. بعض الناس بيعترض على الشيخ انت ما لكمش حاجه غير الموت. كيف تحدثنا عن الموت؟ فاعتبر مجرد الحديث عن الموت مصيبه. كارثه. مصيبه كبيره جدا ان نصل لهذا الحد من الشك. يقين لا شك فيه نجعله شك لا خير فيه حتى نؤاخذ بالموت وما اعددنا عده للقائه. ما عددنا عدة ولا جهزنا لوزات. كما قال الشاعر: أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ وأنت بغير زاد إلا عددت الموت. لذا قلت تعالى: يا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد بكرة. اللي يجي لك الموت ده موت. ماذا عددت لهذا اليوم؟ وما بعده من أيام؟ وذلك بل توعد بهذا. اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى. ايام الله الاربع الاخر اربعه ايام سنين. يوم الرحيل، يوم الموت، يوم البرزخ حياه القبر، يوم القيامه، يوم الخلود. اولى لك فاولى كما قال ابن عباس. اي طبعا مثل اولى لك افضل لك. سلامات. اولى لك وعيد اي هلاكا لك فهلاك. ثم هلاكا لك فهلاك. قال ابن عباس: هلاكا لك من سكرات الموت يوم الرحيل، فهلاكا لك من عذاب القبر يوم البرزخ، ثم هلاكا لك من عذاب القيامه، فهلاكا لك من عذاب جهنم. واحنا بنقرا الايه بنمر على المرحوم.
أبو جهل لما سمع ارتبك، لقي النبي مرة في الشارع، فالنبي أخذه جذبه من زيادة، جزع أبو جهل على ركبته، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا لك أن تسلم يا أبا الحكم؟ أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. ارتعد فرصة منه، أعتى مشرك مكة من آية: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. لكن الفلسفة والفكر، الفلسفة والفكر اللي عاش فيها أبو جهل وعاش في وهمها كما يعيش في وهم الآن آلاف ممن يتفلسفون ويتفزلكون ويتنطعون ويتمطعون، نسأل الله العافية والعافية. إذا ندرك وإن ولعلم الساعة فلا تمترون ولا تتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم قال: ولما جاء عيسى البينات ليبين حال سيدنا عيسى ودور في أداء الرسالة وأنه قدم لله ما عنده وأدى دوره، زاد دخل النار المجرمين، هتعاملوا مع مثل الأصنام اللي أنتوا عبدتوها والآلهة اللي أنتوا ألفتوها إلا تلعزلي. يخلي بالك، وذلك أصنام في مكة أغلبها أصنام الملائكة، لكن في أصنام لآلهة الصالحين وكانت موجودة في اليمن. اللي جهة اليمن ربنا ذكرها، ودي قديمة من أمس النور، ونص صريح من أمس النور، وظل يعبدوهم حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم. كم سنة؟ وقال نوح: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ويسر. الخمسة دول النبي بيان إن دول أولى الصالحين من أمس النبي، لما ماتوا أقاموا كرموا، فعمل كل واحد تمثال عشان كرموا تمثال، مع الوقت تمسحوا في التمثال، قربوا للقربين، قال له عبدهم منه سنة سنة، ها؟ سنة سنة الأوائل عملوا تمثال تكريم للرجل صار أولادهم أنك لا لا نسجوا على الأساطير، كل يعلم الغيب وإن يجيب الرزق وإن يولد اللي ما بتولدش، كلام زي كده. فين وفين؟ طب خلاص ما دام هو اللي بيجيب العيال قربنا حتى كده ولا حاجة، ها؟ وعاشوا في الوقت. ولذلك خلي بالك تبقى بدعة يخترعها واحد ويبقى فيها آلاف. أنا أعرف قصة حصلت وأنا في طفولتي أو بداية عمري يعني في 65 64 كنت سن يعني 10 12 سنة 11 سنة، واحد عندنا في البلد صعيد مصر، والراجل ده كان مشهور جدا بالدعاء لدرجة أهل البلد أطلقوا عليه جحا العصر. جحا العصر كان تاجر قصب لكن نكتة، طول ما أنت ونروح نشتري قصب مخصوص عشان نسمع نكته وطرائفه ودعاباته، راجل كبير في السن. هو اللي حكى القصة، قال: كنا في رحلة واخد معاه الخادم بتاعه كان من أهل كتاب، قال: رايحين رحلة نشتري قصب من قرى بعض قرى المدينة، قالوا في الطريق واخدين مبلغ نشتري القصب، سرق المبلغ، قال: فعرضت على البلد أنا ابن سليم يدون المبلغ ارجع للبلد، رفضوا. فجلسوا خادمه على شط مجرى المال، قاعدين يمكن ربنا يكرم اي حد يوصلهم قرب الطريق سلك، قال: واذا بنا نجد حمار ميت صغير وجاي في الترع، فاحنا خاف قلنا لا حاجه ليه يمكن ربنا يكرم، جرينا الحمار بدل نحفر له في ودفعنا الحمار، قال: احنا بنحط عليه الطين وتجمع الناس عليه، بتعملوا ايه؟ قال: فالراجل نفسه يقول لي فتحي بضحك معاه، قلت لهم: يا مش عارفين ده مين؟
لا مين؟ قال ده سيدك ابو العيون بيد ابننا، فاحنا بنبني له قبر. انا اللي سمع من الكلمه دي طلع صوت اهل البلد، الحقوا سيدك ابو العيون باين عندنا في البلد. تجمع اهل البلد، انا لا تبني له قبر، ايه تحط عرضين بس نعمل له اب وشيخ. انا انفوجئت ان الجماعه وجابوا فلوس وشيخ وسيدك ابو العيون باين. الرجل قال دعاء تحولت القصه، وسيدك ابو العيون بقى قبر ومسجد حواليه وصندوق نزول. مين مسؤول؟ اللي عمل سيدك ابو العيون عمل في المال، فبقى هو المسؤول عن صندوق. قال لي جت اموال ضخمه جدا، اللي جاب بطل اللي جاب وزه اللي جاب خروف حاجه يعني. قال طبعا احنا لقينا اكل وصفنا مش لاقيين. قال لك بينا مبلغ محترم. قال فانا مسكت الخادم الكتاب ده قلت له اسمع، انا قلت له اوصل البلد وارجع لك، اوعى تضيع النزول بتاع سيدك ابو العيون. قال رحت ورجعت فبقول له انت فين النزول؟ قال لا والله وسيدك ابو العيون ولا بلم بيه. قال لي ابن الكلب سيدك ابو العيون احنا دفنين سوا. احنا دفنين سوا. انا بحكي القصه دي بداية البدع قد تأتي وتعامل، وللآن سيدك ابو العيون موجود، للآن قبره موجود وسيدك ابو العيون هو حمار. حمار هو الرجل. انا احكي لك يعني القصه دي حكى لي نفس مش واحد تاني. ندرك هذا الخبل وهذا الخلل البشري قائم مع جهل الناس وبعدها عن دين رب الناس. لذا رب العباد بدا يدافع، رد على كل هذه الشبهات. قال ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه، والحكمه ما اعطاه الله للنبي عيسى غير التوراه. اذا سلوك الانبياء كله حكمه، لذلك رب العباد وصف سنه النبي كلها واعطاه كله بالحكمه. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه، انا لا اخرج من شيء الا قد احكم في ادائه، بل بلغ قمه الاحكام وقمه الاخلاص لله عز وجل ليمدح الله كل سلوك صالح المسيح، مش هيودوه جهنم مع الاله بتاعته. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه ولابين لكم بعض الذي تختلفون فيه، فاتقوا الله واطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب منه. اللي جاءوا عيسى البنان اختلف عليه، منهم من آمن وكفر. اللي آمنوا قليل، يعني عدد من المسيح كان حوالي 12، الباقي كفر وحار. وبعد ما مات المسيح رفع المسيح عيطوا عليه، بل من اشد الناس له حربا من ادعى بعد موته ان المسيح جاء بليل واملاه الانجيل فالف انجيل كامل نسبه المسيح، وجعل رؤيا جزء من هذا الكتاب ونسبه الكتاب المقدس رؤيا قدس. احكي اخوان هو ده العقول البشريه إذا غاب عنها إيمانها بربها افترض باسم الفلسفة باسم الإبداع الاختراع وضحت. فكم أضل من أجيال بهذه الفلسفة وبهذه الأفكار الهدامة التي ما أنزل الله بها السلطان. فاختلف الأحزاب بيني فويل للذين كفروا بالعذاب الأليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. ماذا ينتظر كل من خالف وحي الله؟ ماذا ينتظر؟ هيكرم بعد الموت؟ هينعم للأبد؟ ماذا ينتظر؟ بعد أن ضل وأضل وفسد وأفسد وفسق وأفسق الأيام من حوله، ماذا ينتظر؟ رضا الله؟
بل بعضهم اوهم نفسه وهم كبير جدا ان ما دام ربنا رضى عني واداني في الدنيا فلوس ومال اذا يوم القيامه يقين هيديني ان رضى عني بدليل انه اداني في الدنيا. واحنا عارفين قصه اصحاب الجنتين في صوت كده قال ولئن ما اظن الساعه قائمه يعني ما اظن ان هذه ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولا اذا رجعت الى ربي لأجدن خيرا منها مقلبا. اللي ادان في الدنيا اكيد رضى عني وحيديني يوم القيامه. عاشوا في هذا الوقت بل عايش الناس في هذا الوقت وما زال للاسف الشديد ما زال يخدع الناس الاوهام في الغيب لا اساس لها ولا دليل عليه. ندرك هذه المعاني لان قضيه خطيره جدا وللاسف الشديد بتتردد في كل عصور وتسمع الكلام ده من كل الديانات الفاجرة على وجه الأرض. هتسمع البلادي من ضلوا من الشيعة من ضلوا من الجنود البوذيين وعباد الأصنام وعباد الأبقار وغيره كلهم أوهموا الناس بأن لهم المصير المآل وأن أرواحهم بعد الموت ستسمو وترتقي وينعم وفي سبيل هذا تدفع وتسمع الكلام وتطيع وتقدم القرابين وتبوس الآدي وتظهر الندم ها وتبوس القدم مش الآدي بس وصل عايش في الناس في هذه الأمور جدا وما زال للأسف الشديد هذا من البلاء الضخم الذي عم الأرض إذا قلت تعالى فهل ينظرون إلى الساعة كل هؤلاء ماذا تظن الساعة جاية وجاي بغتة هي فجر يقول تعالى عندها الأخلاء كل اللي تصاحبوا دول على هذه الفلسفة هذا الباطل مصيرهم هذا واحد الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو ما في واحد يضع الثاني كل واحد يسب اللي قبله اللي بعده يسب اللي قبله لأنه أضله ويسب اللي بعده نسمع كلامه حسب ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا والذين استكبروا لولا أنتم لكنتم مؤمنين قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا صراعات صراعات لا تنتهي دول سب دول دول سب دول كما قال تعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها لعن تدعو عليها بمزيد العداء كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا تجمع الكل قالت أخراهم لأولاهم آخر الأمم ضلال في البشرية تعرف إن السبب الرئيس أول من اخترع الضلال أول أم وكل دول مشوا على نهجها قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار تأتي الإجابة قال لكل ضعف أنتوا هم عضاف لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم أخراهم فما كان لكم عليه من فضل تحمل أنت مش دعيتم عيشوا بقى عيشوا دعيت ضعف العذاب أضعف أنا عليكم عيشوا بالكلام وقالت أولاهم لهم فما كان لكم عليه من فضل أي في العذاب مش فضل في الدنيا يعني لم تفضل علينا لم دعوتم علينا فأعطيتم عذاب أقل وإحنا عذاب الأكثر لا أدب. أخذتم الضعف مثله فما كان لكم عليه فضل فذوقوا العذاب طبعا الناقف هنا يقول فذوقوا العذاب كأنها كلام أولاهم العلماء قالوا هنا يسن الوقف الكثير من القراء ليس شديد يوصل يوصل وقالت أولاهم الأخرى فما كان عليكم عليه فضل انتهى كلام أولاهم ربنا بل يعقب يقول فذوقوا العذاب الاوائل والاواخر بما كنتم تكسبون.
يبقى فذوق العذاب جملة مستأنفة من كلام الله عز وجل للفريقين مش واحد، لكن لو وصلناها يبقى الكلام ده كلام أولاهم لأخرى. وصل معنا؟ إذا ندرك هذه معنا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو، قال إلا المتقين. إلا المتقين، المتقين بينهم أخوة، وأخوة حقيقية رباطها توحيد الله عز وجل. قال إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. المتقين الذين ربهم هذا النداء العجيب القريب الحبيب للقلوب، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من آمن واتقى الله عز وجل هذا مصيره، التقي مع كل من آمن واتقى. يا سلام، لم يكرم إنسان ويلقى الصحابة وسلم عليهم ورسول كلهم تساوي كم دي؟ تساوي كم؟ لما يلقى الأنبياء وصفحهم تساوي كم؟ في سبيل هذه وحدها ما ينفعش نضحي بمتعة الدنيا وزينتها من زال اللقاء، هذا اللقاء العجيب. إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم وأنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانت تقول ادخلوا الجنة أنتم وإيه؟ خلي بالك وأزواجكم وأولو الحور. مين أزواجكم؟ أزواجكم في الدنيا. مرة طيب. مرة تاتك يعني. خايفين تقولها لي إيه؟ ولا شيخ عبد العزيز الغلطة اللي غلطها كبيرة دي ضيعكم وإحنا نسافر. وطاف علي إيه؟ صحاب. بدل من أكواب الأزواج. أنا والله لو نحن بالصلاة الكلمة صعبة أوي. يا سيدي ما تزعلش خلاص، هو إن شاء الله متمكن في عزه، لكن سبت اللسان وعلى الله على هذا عشان يعني نتذكر هذا المعنى. ما مش هنلف عليك بالأزواج. لا، ده ينادى عليها معك. مع ملحوظة طبعا كلنا بنفكر في العيد. يخلي حول العين زوج 4 مرات. كل المرات اللي زوج فيها النعيم من الأزواج ذكر الله الأزواج. احنا طبعا سيبنا كل الآيات الخاصة بالأزواج وتعلقنا بالأربعة بتوع حول العين بس. كله عايز إيه؟ يغير. وخاصة مش عارف يغير في الدنيا، يقول لك يعني نفس في الآخر. بل أحبان الموقف حصل معي شخصيا. وأنا في ريان شباب لسه. كنت في ريان شباب. وألقي محاضرة في صعيد مصر. فبشرح الآية فبقول يعني إن المرأة الصالحة هتكون زوجة الرجل في الجنة. بل رب العباد يزينها لها. أولا اجعلها ذكر. لا تنفض بكرتها. كلما عشرها عادت مخمر أخرى. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. البكارة مستمرة إلى الأبد. فأنت في عمرك بتعملها مرة واحدة ليلة العمر تغض البكارة. في الجنة كل ليلة تغض البكارة. وصلت؟ فعروسك ترجع بك مراتك وتكون أجمل من الحور العين. وما تشتهيه منها تجده. عايز عينها تخضر تخضر، تزرق تزرق، تبقى عسل تبقى عسل. اللي تشتهيه تجده. عايز ايه تاني؟ عايز انها ابيض تبيض، احمر تحمر، مناخيرها تطول تطول، تقصر تقصر، تعرض تعرض، تنحني تنحني، اللي تشتهي تجد. ثالثا وصف الله الازواج بانه مطهرات، ازواج مطهره، يعني مطهره لا يخرج منها اي شيء يؤذيك، لا حيض ولا بول ولا براز ولا عرق. الشيء الوحيد اللي بيطلع منها في تفاضله موضع مسام العرق تنضح مسكا.
مش هتشتري مسك، ده الولية تطلع مسك. وصلت ايه اللي انت عايز كده؟ انا بحكي الكلام ده فبقول هي تبقى احب من الحرية وافضل من الحرية واقرب لقلب الحرية. فرجل كبير في السن 5 سنين قال لي ايه اللي تقوله شيخ مشرف؟ قلت له تسمع كده؟ قال لي يعني هي وراي وراي. طب خلاص هي طالق. طلق الله عشان تخش معاه جميل. الله يرحمه جميل. ندر كذا معنا. ادخل الجنة أنتم أزواجكم. بقول الكلام ده ليه؟ إذا كنا نحن نأنس بلقاء وصحبة المتقين فالأنس بأزواجنا من التقيات المؤمنات العفيفات أولى. ده عشان لا نضع حواجز بيننا وبين امرأة صالحة صوابة قوامة من الله عليك، لأنك وجدت منها بعض الضعف في أشياء، لكن عندها من الخير ما تغفر أمام الذلات. كما قال الشاعر: فإن أتتك من كريم مذمة أتتك حسنات بل شفيعة. بل في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها سلوكا رضي منها آخر. ليش ملاك؟ هي بشر زيك، قد يصدر منها خلق معيوب، لكن في المقابل هتجد منها خلق مهوب، وخلق المهوب تغفر أمامه كل العيوب. واضح المعنى؟ فإذا ندرك هذا المعنى، وقوله لا يفرق عشان يعلمنا درس عمل حي تربوي عجيب. طبعا بعض الشراح قالوا لا يفرق يعني لا يطلق. الحقيقة كلمة بعيدة. الفرق ليس من أسماء طلق. طب لماذا قال النبي لا يفرق ولا يطلق؟ لأن هذه سبب لتلك. أول غضب الرجل من المرأة يفرق. ها؟ تلاقيها عارفة ده إيه؟ يفرق حركة دي. إن اشتد الغضب يحرق. طب رايح على جنب. إن اشتد الغضب يغلي. إن اشتد الغضب يطلق. الحديث يقول لا يفرق. يعني لا تسمح لنفسك ان الغضب يبدا عندك، مش انت ملكك، يبدا عندك. فالفرق بدايته انت مطالب الا تفرق، الا تمكن الغضب الا تمكن منك. لا تمكن منك انتهت القصه. ده الانسان لو اشتد بالغضب ممكن يغلق عقله، لا يرى لا مستقبل ولا اولاد ولا مصير ولا مآل ولا حتى النفقات اللي هيدفعها ولا المصاريف اللي هيدفعها ولا يدخلك بيته ولا يشرد ويضطر يروح من بيته، وخاصه مع القوانين في بلادكم دي. ها؟ هيلاقي نفسه في الشارع. ها؟ واللي ياخد كل حاجه. نسال الله العافيه. فما تاخدوش ساعه الغضب وينسى المصير من اهله. اذا قال لا يفرق مؤمن ومؤمن، اذا كره منها سلوكا رضي من اخر. اذا استسلم للغضب ممكن يصل لمرحله يغلق عليه عقله، ودي مرحله ذكرها النبي في الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في اغلاق. ايه الاغلاق؟ ان الغضب يتملك الانسان لغايه ما يفقد عقله، فيصبح هو المجنون سواء. فان طلق في هذا الوقت لقى امين، لقى امين، لان عقله اغلق عليه، أصبح شبه مجنون. والمجنون إيه؟ لحظة انغلق عليه في عقلك، اتخمر خلاص انتهى، ما عادش يعرف يكمل. فإنسان وصل لمرحلة من الطلاق يقول يحلف يمين طلاق، وبعد ما يهدى تسأله أنت قلت كذا، يقول لك والله ما قلت، ولا كان في وعي أصلا، ولا أذكر ما قال ولا ما فعل. ده الفقهاء قالوا ممكن يكسر رأسه، هو يخبط رأسه في حيط، يكسر حاجة ثمينة جدا عنده، غالي عنده، يخرج في بيته، يعمل أي حاجة في حياته، لأنه وصل لمرحلة الإغلاق. إذا قال لا طلاق ولا عتاق في الإغلاق، ممكن يعتق من غير ما يحس. لذا لا يقع عتق. إذا وصل لمرحلة الإغلاق لا يؤخذ بعتق، كما لا
السلم لا يفرق ليعلمنا هذا الأدب حتى نصل هذه المرحلة التي نفقد فيها عندها وعينا وأقولنا بل وحياتنا وأسرتنا. وندمر بيت لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، لا يفرق مؤمنة إن كان منها سلوكا رضي من الآخر. واضح معي؟ أنت لو تلاقي أخت مسلمة صوامة قوامة عابدة طاهرة نظيفة تغنيك بالحلال، ألا يغفر هذا لحظات ضعفها وذلتها؟ يغفر. ها؟ يعني سمعوني أنا باجي البلد دي كل ما أجي هنا أحس إن معلم رده بكل المرأة. صحيح؟ تلاقي أخت مسلمة نظيفة طاهرة صوامة قوامة عابدة مع أي ذره يقع منها وارد، لكن لما ترى النوعيات اللي لا تخلعها من عليك هتحس بفرق كبير جدا. وصلت؟ وانت عايشين هذه البلايا والمشاكل اللي بتقع منها ندرك هذا معنى ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب. ايه الصحاف؟ أطباق. الصحفة الطبق، الطبق ده جاي فاضي. وصلت؟ الطبق اللي هتاكل فيه من ذهب يبقى الطبق فيه ايه؟ خلي بالك ربنا ذكر الطبق ولا ذكر ما فيه؟ ذكر ما فيه ما ذكرش ليه؟ لأن ما فيه فوق خيالات الناس، لذا سكت الله عنه. نوع الأطعمة اللي تقدم ليك حاجة تانية خالص. ما تقولوش وصل نفسي في المش، لا في الجامع مش في المش، ده ديناميت يا ابني. واحد يحب الباب يقول لك هنقفل في الجنة بامية، ها؟ اه ممكن تلاقي بامية بس تحبس البامية. لكن بامية حاجة تانية خالص. إذا قال ابن عباس ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء. تفسير الآية وأتوا به متشابها، يبقى شبه الباب بتاع الدنيا، لكن الباب بتاع الدنيا هتلاقيها فضلات وتعمل لك إسهال ومساك ومشكلة كبيرة. أكل الجنة عمره ما بيعمل لك أي ضرر. مش كده بس ملوش أي فضلة. يعني بيدخل جسم جوه يدوب كله. يدوب. ليس له فضل. ولذلك أهل الجنة فيها دعوة مياه. ولا أهلها يتبولون ولا يتبطون ولا يتمخطون ولا يعرقون. ها؟ مش هيجيب له امساك ولا اسهال ولا هيجيب له البرد ولا رشح ولا هيجيب له كورونا. الكلام ده غير وقت. تمام؟ إذا ندرك هذا المعنى. اسم بس. إيه الفاكهة اللي أنت عايزها فيها؟ الأرض أنت عايزها. لكن هنا التعبير دقيق. فليطاف عليهم بالصحاف من ذهب. وأكواب. خلي بالك وصف الصحاب بقى الذهب والأكواب ما وصفهاش، مع إن في موضع هنا في المقربين في موضع سنة مش عند الإدارة وصفها، قال قوارير من فضة قدروها تقديرا. طيب أنت شفت كوباية إزاز صنع من الزجاج المصنع إيه؟ سيليكون السلك ده رملة. خلي بالك شفت كوباية إزاز مصنوعة من فضة؟ الفضة من شدة نقائها تكون أنقى من الزجاج. القارورة اللي تتشف وصف للطعم شوف تراجع عليه من فضة؟ إيه والله من فضة. مش كده بس القدروها تخديرا، يعني مفيش كوباية تأتيك إلا على قدر حالة جسمك بالضبط. مش هيبقى لها فضلة وتمسكها بجد ترشها وتوسخ. سلامات. قدروها تقديرا. اللحظة اللي تشتهي فيها الشراب يأتيك الشراب على قدر احتياجك. إذا قال قوارير من فضة قدروها تقديرا. هنا سكت عن وصف القارير. يا ترى هتبقى ذهب ولا حاجه ثانيه؟ ما قالش.
فوق الخيال. تلحظ السياقات وتقف عليهم بصحاف من ذهب ولمسك مصحف وأبواب ولمسك سفة الأبواب ولا ما في الأبواب. طب الشراب فيه إيه؟ شاب شباب زويل قال لي عم شيخ مثل عصير، يعني أنت عايز إيه؟ يعني أنا عايز في الجنة خرطوم عصير كده مثل العصير. خرطوم عصير؟ لا، هيجيلك العصير، والعصير اللي مش هتتمناه اللي تتمناه سيأتيك ما هو أحلى منه وأجمل منه وأعظم منه وأكمل منه. وصلت؟ لذا هنا ذكر الأكواب ولم يذكر نوعها ولا مادتها ولا المادة التي فيها، شراب فيه، ليدلنا على أنها فوق الخيال. يدخل ويطوف عليه مصحف من ذهب وأكواب، بس ألا وفيها ما تشتهيه الأنفس، كل أنفس أي وتلذ الأعين. ليه ذكر من دول؟ لا، لحكم عالي جدا. النعيم قد يكون بعيد عنك، تعرف آخر كلمة، ممكن ترى شجرة، شجرة شجرة لأن السماء سماء، قال ارتفاع السماء كان 600 ميل، قد ترى عينك الفاكهة اللي على بعد 600 ميل، هتجيبها ازاي؟ هتوصلها ازاي؟ ها؟ سيارات. القرآن فرق بين المقربين وبين الأبرار. الأبرار كانوا متكئين على رفرف الخضر. إيه رفرف الخضر ده؟ كرسي طائر، وقعد على كرسي يتهز بيه زي ما عايز ويطير بيه للمكان اللي عايزه في الجنة. فالرفرف الخضر فيهم في السن قال كرسي طائر، أي نعيم يريد يوصل لي من غير مجهود. عايز يوصل للسمرة على بعد 60 ميل دي، الكرسي يوصل لها لحد ده. رمانة على بعد 60 ميل يوصل لها. طب تعالى معايا ازاي في الهواء في الفراغ فوق؟ سلامات. من غير أي جهد من رب العباد يقول لا مسهم فيها نصب. أي تعب. لحظة نصب إليها هي نفسها تنتظره. فلما تراه تبتسم لك. الرمانة تبتسم؟ أيوه تبتسم. تفتح بقها وتديك بوسة كمان. ساعة ما تبوسك هتفرغ في فمك كل ما تشتهيه وما تتمناه من حب لغاية ما تشبع. عرفت البوس شكله إيه؟ ها؟ رمان. خلصت. خلصت. ده الأبرار. طب مغربين رب العباد اداني التكنولوجيا فيه، مش هندوس على زر الارض كده، لا لا. نظره عينه بترسل نوع الشعاع. الوصل للثمره لحظه تنزل عين بها الثمره نفسها بالاشاره لها الاذن لها نظره عينك انها تنزل، فتاخذ الفرع وتنزل بيه لغايه عندك وانت جالس مكانك بنزة العين. طبعا انا مش شايفها بس نفس اشتهيتها. اللي انت اشتهيتها ولا تراها دي باشتهاء النفس، باشتهاء نفسه يوصل لها مثال. تخترق الحجز والاشجار اللي حواليها كلها الفروع وتنزل لك غير عنك. اذا قال تعالى وجنى الجنتين دان قل جد، فعايز رمانه راتها عين تنزلت تاتيك، اشتهتها نفسك من غير ان تراها تاتيك. لذا مفاتيح تحريك الثمر في الجنان ما تشتهي، ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين. ولذا نص القران وفيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون. وتلك الجنه التي تلذون وما كنتم تعملون لكن فيها فاكهه كثيره. مش اخر منها، منها تبغضون، منها تاكلون، هتاكل كل فاكهه؟ فاكهه كثيره لا تنقطع. مش لا تنقطع بس، ده الثمره اللي تخطفها يطلع مكانها. ليه كلها تنقطع؟ لان حتى الثمار غير اللي احنا اعتدنا في الدنيا. يعني احنا اعتدنا الشجر نفسه
بيطلع مكان واحد الصدر عشان شبر السد النبخ طلع شبر النبخ فين؟ ها؟ ما بين الورقه والجسد طلع لك حبيتين ثلاثه لا في الحديث السبت الصحيح جاء عربي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أيجعل الله لنا في الجنة شجرة مشوكة؟ أيجعل الله لنا في الجنة شجرة مشوكة؟ قال أي شجرة هذا؟ قال السدر السدر النبق شجر النبق كله في شوك في شوك عارفينه مش عارفينه؟ أنت فوق بقى سلمان الشجر نفسه مع الثمر موجود شوك فالرجل يعني ازاي حطينا شجرة السدر في الجنة وفيها شوك؟ قال ألم تقرأ الآية في سدر مخضوب؟ قال بلى رسول الله قال لقد خضب الله شوكه فجعل محل لكل شوكة ألف صنف من الثمر يبقى محل الثمر ايه؟ سكت عنه سلامات فإن كان مكان الشوكة ألف صنف الثمر مكان الثمر ايه؟ وصلت؟ ومع هذا كل ده أي واحدة من دول تقطفها يطلع مكانها الأحلى منها لذا قال تعالى مثل الجنة التي تعدون تقول أكلها دائم وظلها يعني أكلها دائم كل العلماء قالوا متجدد الثمرة تقطفها يطلع أحلى منها تقطف بعدها يطلع أحلى منها تقطف بعدها يطلع أحلى منها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد واضح المعنى؟ إذا قصة كبيرة كبيرة أوي يعني تستاهل إن إحنا إن آمنوا واتقوا ما استهلكش ها؟ الذين آمنوا وآتوا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة وكانت تقول فمطلوب إيمان صادق ومطلوب تقوى لأن هذه الثمار هذا النعيم اللي عند رب العالمين وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون أي من إيمان وتقوى لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون الوقت خلص والحمد لله خلص على أهل الجنة ما دخلناش على المجرمين نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم